تتجوزيني يا حلا؟ انت عارفة انك انت لو ما كنتيش جيتي الصبح وصالحتيني، عارفة انا كنت هعمل ايه؟ كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت حاجة صالحك انا طبعا. ايه ده؟ انصاف؟ طب استأذن انا بقى. لا 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 استني، انت مش كنتي مرهناني ان انا مش هقدر اقوله؟ اديني جيت هنا اهو. تقولي لي ايه وما تقوليليش ايه؟ وبعدين انتوا تعرفوا بعض ازاي اساسا؟ انا بس عايزاك تهدى كده عشان تستوعب الكلام اللي انا عاوز اقوله لك. كلام ايه؟ اتفضلي قولي. قبل الاب كان لازم اخلص من العيال، العيال اللي ملفوفين على رقبتي زي الحبال وكل يوم والتاني يخنقوا فيا. سبتهم ليه يعيشوا؟ معلش، كل مشكلة وليها حل. أولها حلا، هخلص منها الأول، ولو يحيى بنفسه وقف قدامي هخلص منه ورا آخر. يا دلوقتي بس عرفت انتوا ليه كنتوا مصممين اني ما اتجوزهاش. دلوقتي بس عرفت ايه سبب فضول ابويا المستميت عشان يعرف ايه اللي ما بيني وما بينها. ممكن تقولي له جوزك عمل فيا ايه؟ ممكن تقولي له ان جوزك نصب عليا في ورثي انا واخواتي، وانه بسببه لغايه دلوقتي انا ما اعرفش اخواتي فين، وبسببك انتي هو امي تحت من المستشفى ومش لاقيها لغايه دلوقتي. قولي له. هو ده الراجل اللي كان خاطف بنتك؟ ايوه يا يحيى. بس والله العظيم يا يحيى، والله العظيم الموضوع معاك اتقلب بجد. والله العظيم يا يحيى صدقني. لا 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 لا، بصي بصي بصي، اللي ما بيني وما بينك خلاص خلص. تطلعي بقى بنت عمي، تطلعي بنت العفريت الازرق، خلص. انت دخلتك علشان خاطر الفلوس صح؟ حاضر حاضر يا بنت عمي، من عينيا هديكي كل الفلوس اللي انت عايزاها، بس بعد ما تاخدي فلوسك مش عاوز اشوف خلقتك تاني. يا يحيى اديني فرصه افسر. مش هتيجي. خلاص الفلوس اهي، فلوسك اهي حالا، اصرفيها بكره بس بدري قبل ما اعمل التوكيل لمجدي. طول عمري كنت بدور على سبب لكرهي ليك انت ومجدي، ما كنتش بلاقي. دلوقتي بس اقدر اقولها لك في وشك من غير ما اتكسف، أنا بكرهكوا بكرهكوا. حتى حالا لما دخلت حياتي قلت هي بقيت الحاجة الحلوة الوحيدة من بعد موت نسمة، بس طلعت بتشتغلني عشان خاطر الفلوس. أنا بقيت بكرهكوا كلكوا، بكرهكوا بكرهكم. يا انا يمكن في الاول كنت بعمل كده عشان الفلوس، لكن والله العظيم بعد كده انا حبيتك بجد. ويمكن لو كنت مكاني كنت عملت. انا مش مكانك، انا مش مكانك. خلاص اخدتي فلوسك، اخدتي كل حاجه انت عاوزاها. مش عايز اشوفك تاني، مش عايز اشوفك تاني ابدا. يمكن لو كان ضميرك صحي من زمان ما كانش كل ده حصل، عشان انا بجد بحب ابنك. منك لله يا شيخة، منك لله.
ايه؟ قاعدة ليه؟ مستنية ايه؟ مفيش أي لازمة لوجودي خالص. اتفضلي. والنبي يا اخوانا وني بق ميه. يا كيتي لمبوحه مش هنا؟ في يا اشرف، ليه مش في الدار ولا ايه؟ لا مش في الدار، مختفيه من امبارح ومش لاقيها. ما تقلقش يا اخويا، زمانها جايه، احنا لسه في اول الليل، متاخر شويه هتلاقيها. طب انا همشي واعدي عليك تاني. ولا لما انت اخويا لقان عليها قوي كده، طب ما تتجوزها وتسطرها. منين يا كيتي؟ منين؟ ده لولا القرشين اللي بيطلعوا لنا انا وهي من ضيافه الناس هنا ما كناش عشنا. بقول لك ايه، الدار بتجيلها تبرعات ياما، ما تخلي حد من ولاد الحلال يجوزك ويسطرها. يعني اتولدنا من غير اهل وقلنا ماشي، عايزانا يا كيتي نعيش شحاتين؟ ها؟ وبعدين مين قال لك اصلا ان لمبوها عايزه تتجوز؟ لا يا اخويا اطمن، هي ما بتشوفش في حياتها رجاله غيرك. لا يا اختي ما خلاص، من ساعة ما شافتك هنا وبقت ممروعه عليا، نفسها تبقى زيك يا كيتي. انت كنت عايزه تغني يا كمان بلانيله. مين اللي يتغني دي؟ دي صوتها تخمني. الهانم عايزه ترقص. ترقص؟ واتكل انت على الله دلوقتي، احسن ما دام تشوفك وتعمل لي مشكله. يلا. طب والنبي كلميها كيتي. من غير ما تقول يوم، عيب. انت اخويا. كنت فين؟ اشمعنى؟ دفتر الشيكات طايس ورقة. كنت عند يحيى؟ كنت عند يحيى. وده اللي كان لازم يحصل من زمان. بس كان على الفلوس بخصمها من نصيبي. انت ما بتسمعيش الكلام؟ ما بتسمعيش الكلام؟ ما انت ما كنتش هتوافق. انا لو ما لحقتش الفلوس اللي انت عمالة تدعزيها يمين وشمال دي، انا هاخد اجرك. ايه يا ست ده؟ هو انت مجنونه؟ حد يرفض النعمه؟ ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله.
إيه أنا عايزة أروح هناك بقى. حاضر بسرعة بقى. أوه بطلي زن بقى. يلا التليفون بيرن. يلا يا ساتر عليكي. يلا امسكي ده. هات امسك جاي ده. ألو ألو. أيوة أنت مين؟ لقيت واحدة معاها صورتها والرقم ده موجود على الورق. أماني؟ بجد؟ أماني؟ طيب حضرتك فين؟ هات ورقة وقلم اكتب العنوان ده عندك. طيب طيب ثواني خليك معايا. أماني اسكت شوية. أماني تعالي. اسكت أنت شوية بقى. تعالي يا أماني. أيوة قول يا أستاذ قول معاك قول. لو سمحت ما تتأخرش عليا. بقول لحضرتك إيه؟ أرجوك عينك عليها ما تخليهاش تغيب عن عينيك. أنا جاي على طول. يا سيدي اطمن هي موجودة. يلا تعالى بسرعة. مع السلامة. هي راحت فين؟ أيوة يا حلا لقينا أماني. تعالي لنا على مساكن الهداية في أكتوبر. آه الهداية في أكتوبر. آه يلا مع السلامة. يلا حبيبة حبيبة حبيبة. لقيت تيتا. لقيت تيتا اللي كانت تايهة مني. لقيتها. انت تيتا كانت تايهة ازاي؟ مش الصغيرين بس اللي بيتوهوا؟ ايوه هما الصغيرين بيتوهوا صحيح، بس ساعات الكبار بيتوهوا لما يبقوا تعبانين. بس خلاص الحمد لله لقيت تيتا وهتيجي تعيش معايا. انا ما عندي تيتا وهشوفها؟ ايوه يا حبيبتي عندك تيتا وهتشوفيها وهتعيش معانا كمان. استني بقى لما نقول لبابي. مش مشكلة هبقوله بعدين. طب اغير هدومي واجي معاكي؟ لا يا حبيبتي مش هينفع تيجي معايا. انت هتستني عند طنط ريهام بس من غير شقاوة لغاية ما ارجع اجيبك. اوكي ماشي بس ما تتأخريش عليا. مش هتأخر عليكي. هجيبلك تيتا واجي هوا. يلا بينا. يلا. طب على الاقل كنت رديت عليها وشفتها عايزة ايه؟ مش جايز يكون في مشكلة ولا حاجة؟ يا اكرام يا اكرام حالة ما بقتش عايزاني ولا محتاجاني خلاص. ازاي تقول كده؟ مهما كانت الست قوية وقادرة وعاملة انها مش محتاجة حد، بس بيجي لها وقت بتحتاج لراجل يقف جنبها. بص يا اكرم انا وحالة خلاص اتطلقنا. وبعدين ده حاجة انا كنت عايزها من زمان عشان ما تعبهاش معايا في عيايا. بس الغريب بقى انا اكتشفت ان هي كمان محتاجة لكده عشان بقى تفضل للانتعام اللي هي عايزة تتم من عمها. يبقى انتوا الاتنين اتخليتوا عن بعض في الوقت اللي كل واحد فيكوا كان محتاج للتاني يقف جنبه. اهلا يا دكتور. اهلا. اتفضل. انت ما بتردش على تليفونات حالة ليه؟ حالة لقت امها يا انس. السلام عليكم يا ريس. السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه، مساكن الهدايا فين؟ حضرتك هتعدي لانها التانية على طول. متشكرة قوي. ما اعرفش لقيتها فين ولا ازاي ولا قالت لي اي تفاصيل. مش مهم بقى، هي حالة ليها طرقها الخاصة. ايه يعني ما شفتكش لا قمت ولا اهتميت؟ انا بس فوت انا تعبان جدا من الكلام، ولسه كنت بتكلم في الموضوع ده مع اكرام. يبقى اسالها انت بقى. انا بالنسبه لي الموضوع انتهى. اكرام احنا لقينا رقم حضرتك، اول رقم على تليفونها، فطبعا كلمنا حضرتك على طول. مش مهم كل الكلام ده دلوقتي يا دكتور، المهم هي عامله ايه دلوقتي. بص انا عايزك تطمن، هي دلوقتي في العمليات وكل الحكاية احنا هنشيل بس الرصاصة من دراعها وخلاص. يعني الرصاصة صابت دراعها بس ما جاتش في اي مكان تاني خطر؟ بالظبط هو كده. هي الحكاية كلها دخلت من شوية وكمان مش هتطول، واول ما تفوق ان شاء الله ممكن تتحرك، او كمان لو حابب تخرجها معاك مفيش اي مشكلة. يا رب يخليك يا دكتور. الحمد لله الحمد لله. مش عارف اقول لحضرتك ايه. طيب انا هستناها هنا لغاية لما تخرج من العمليات. اللي يريحك طبعا، مفيش اي مشكلة وان شاء الله خير ومفيش اي مشاكل يعني. ميرسي يا دكتور. ميرسي لحضرتك. تمام بالسلامة. اتفضل يا فندم. اتفضل. يا رب يقومك بالسلامة يا حلا. هي حلا اتأخرت كده ليه؟ معرفش، كان
اكلمها. كلمتها ما بتردش على التليفون. واماني كمان اتاخرت. كلمها تاني. كلمت الراجل اللي هو كلمني قافل التليفون وما بيردش. معلش هما زمانهم جايين. وبعدين يا حالة انتوا اماني ده وقته جايين دلوقتي وتتاخروا؟ ايه الاخبار؟ تمام يا معلم. ايه مديت؟ الصراحه لا يا معلم، اللي ضرب وهو بيجري زي ما انت عارف. الدنيا نار واللمه كانت هتبقى كبيره لو كنا استنينا. ما هو اغبى اخواتك كان لازم تعينه حد يراقب من بعيد. اللي حصل بقى يا معلم؟ ابقى لغور اعرف سكات ماتت ولا لا، واي اخبار جديده تبلغني بيها. مين دي اللي اتأكدت انها ماتت؟ ما ترد عليا. مين اللي بتعمل عليه شغل العصابات ده؟ هتكون مين يعني؟ اللي عايزه تهد بيتنا وتضيع علينا تعب السنين. حلا؟ هتقتل حلا يا مجدي؟ اقتلها وقتلت ابوها قبل كده، ما هو واكل قوتي انا وعلى موتي. انت ايه؟ ما قلت لك اتلم بقى واتقي الله. هيحصل فينا ايه اكتر من اللي بيحصل ده؟ هنتسجن او نتقتل او الواد يتجوز اخته. هتقتل تاني يا راجل؟ يوه يحيى، اخر واحد ممكن اتوقع انه يفضل جنبي في الظروف اللي انا فيها دي انت. عارف وفاهم قصدك كويس. انا نفسي ما كنتش متصور اني ممكن اسامحك بعد كل اللي انت عملتيه فيا ده. اللي انت عملتيه فيا ده كان قاسي قوي يا حل. مش فاهم ازاي قدرتي تشتغليني وتلعبي بمشاعري بالشكل ده وفي الظروف اللي انا فيها دي. طب انا ابويا اذاكي، لكن انا ما عملتلكش حاجه. بالعكس ده انا شدتلك وحبيتك. الله يحيي، كان غصب عني. بس لما الدكتور كلمني وقال لي على اللي حصل معاكي ما قدرتش امسك نفسي. لقيت نفسي بجري علشان اجيلك واطمن عليكي. عمي اللي عايز يقتلني هو اللي سلط ناس عليا عشان يضربوا لي بالرصاص. معلش يا حلا، حقك عليا انا. قومي انت بس بالسلامه، وامك وحقك هيرجعوا لك، وانا اللي هرجعهم لك بنفسي. يا اللي انا عملته فيك انا وعمك من يوم ما اتولدتي لحد دلوقتي. انا حسيت بالمراره لما نسمه راحت مني وراح معاها حلم اني كل حفيده. عرفت يعني ايه العذاب انك تخسري حد قريب من عيلتك، وعرفت الذنب اللي عملته فيكي لما ساعدت مجدي انه يخلص من ابوكي ويضيع لك اخواتك ضيعلك أمك. بس صدقيني مش هتضيعي تاني. أيوه مش هتضيعي تاني. أنا لازم أصلح غلطتي معاكي. أنت عرفت إزاي إن أنا هنا؟ الدكتور جاب تليفوني من تليفونك، لقى آخر نمرة أنت متصلة بيها عشان تعرف. بس عرفت. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أنا بس أخرج من هنا وعمي ده هيشوف أنا هعمل فيه. حلا، أنا بص على راسك
قلت لك الحمد لله على السلامة. يعني ده معناه ان حقك عليا ومعايا وانا اللي هجيبه لك بنفسي. خلاص بقى. أخبار صحتك إيه؟ أحسن أحسن الحمد لله. ترامادول تقريبا بطلته خلاص، ما بقاش بيزن عليا زي الأول، والبركة فيك. فيا أنا؟ هو أنا عملت حاجة؟ بركة في نسمة. على فكرة يا حلا، ما تزعليش مني من اللي انا عملته، من الكلام اللي قلته اليومين اللي فاتوا. انا قعدت فكرت في اللي انت عملتيه كتير قوي، ولقيت ان انا لو كنت مكانك كنت عملت كده برضه، ويمكن ازيد شوية. عشان كده انا بوعدك اول ما هدومي بالسلامة هرجع لك حقك كله، ده وعد مني. أنا ليه عندك طلب؟ بنتي يا يحيى عند الجيران من الصبح وملهاش حد غيري، ممكن تروح تجيبها لي؟ عينيا، انتي تأمري، ما تقلقيش نفسك بأي حاجة خالص، سيبي كل حاجة عليا. الحمد لله على سلامتك. لا يا سارينا، ما ينفعش. جرايك ايدي. هو اللي ما ينفعش يا بنت؟ ده انا بقول لك انا عايز اشتغل يا اخويا. ما حبكش الشغل غير هنا يعني؟ ما تحاوريش عليا يا كيتي، ما احنا طول عمرنا بنشتغل سوا. بقول لك ايه، زمان ده راح لحاله يا حبيبي خلاص. وبعدين بقى الصراحه كده البنات مستنيني على غلطه عشان اتكرش بره. وانا غلطه كيتي؟ ما تجيبي من الاخر، انت مش عايزه تشغليني معاكي ليه؟ بقول لك ايه، زبون هنا بيجي عشان حاجه تانية خالص. تقصدي ايه؟ البرشام. الله لا يسيئك يا اخويا والنبي، انا لو اتوسطت لك وكسفتني عمري ما هسامحك. وانا جبت سيرب برشام يا بت؟ ما تحرش عليا كيتي وتجيبي من الاخر، هتشغليني معاك هنا ولا لا؟ ماشي يا سرير، بس ساعة لما هتعك يا ابن الناس انا ما اعرفكش. ماشي يا كيتي، هتشغليني ايه هنا بقى؟ يا اخويا الشغل هنا كتير، هتلاقي 100,000 شغلانة، انت بس تشبط مع الزبائن التقال، هيطلع لك بقشيش قد كده. ماشي. امين. في السليم يا سرير. عيب يا بت، في السليم والله. سلام. موقت بقى عشان عندي نمرة دلوقتي، وأول ما أخلص هاخدك على مدام نهاوند عشان أعرفك عليها. ماشي، اتفضلي يا فنانة. متخافش يا واد، هشغلك. مساء الخير يا فندم. مساء النور. انا يحيى من طرف مدام حلا، جاي عشان اخد حبيبه. هي حلا فين؟ دي قالت لي راحه مشوار وراجعه على طول. يا فندم، هي في الحقيقه في مشوار فعلا، بس من الواضح ان المشوار ده هيطول شويه، فمش هتقدر تيجي، فبعتتني انا. وانا اسفه جدا، انا مش هقدر اديلك البنت، مش هقدر اديها غير لمامتها او باباها. يا فندم والله انا مقدر خوف حضرتك، بس صدقيني هي مش هتقدر تيجي دلوقتي، عشان كده انا هنا. وانا زي ما قلت لك مش هقدر اديلك البنت. طيب اوكي، ممكن ثانيه واحده بس اطلبها لحضرتك وهي تاكد لك بنفسها؟ دقيقه واحده. ايوه يحيى. ايوه يا حلا، مدام ريهام قدامي اهي، وكانت عايزه تكلمك عشان تتاكد منك بخصوص البنت يعني. طب اديهاني. اوكي ماشي، هاي معاك اهي. اتفضلي يا فندم. ايوه يا حلا، معلش انا اسفه انا ما اعرفش الاستاذ. ما تقلقيش، انا اصلي حصلت لي ظروف كده ومش هقدر اجي اخدها، فخليها مع يحيى احسن. اوكي ما تقلقيش، لعل المانع خير ان شاء الله. خير ان شاء الله، خير الحمد لله على كل حاجه. أنا آسفة جدا، ما تزعلش مني، اعذرني، دي أمانة في رقبتي. لا يا فندم بالعكس، ده حضرتك تشكري على اللي أنت بتعمليه ده، ميرسي قوي. يا ريت البنت بعد إذنك. طيب ثانية واحدة، انتهى لك حبيبي. اتفضلي. حبيبة؟ حبيبة؟ حبيبة. أنتِ بقى حبيبة؟
هتفضل قلبك ميت كده طول عمرك؟ ايه دخلت الافلام اللي انت داخلاها دي؟ افلام؟ افلام؟ فعلا الافلام اللي انت عايشتني فيها طول عمري من يوم ما قتلت اخوك. قتلت اخوك؟ اسمها قتلنا. انت مش كنت معايا ولا ايه؟ كنت معاك. كنت معاك. وشهد عليك. عارف يعني ايه شهد عليك؟ يعني مستعد اعترف ان انا وانت قتلناه لو انت عاوز. اهو يمكن ننضف شويه وندفع الثمن في الدنيا، عشان انا مش هقدر ادفعه في الاخره. مش هقدر ادفع الثمن ده في الاخره يا مجدي. مش هقدر يا مجدي. لا مش هقدر. ايه ليه التخاريف اللي انت فيها دي؟ ايه صحه الضمير اللي حصلت لك فجاه دي؟ تجننت رسمي. اتجننت؟ انا لو اتجننت هعترف ان انا وانت قتلناه، بس انا عشان عقله عاوز اقول ليحيى ان حالة تبقى اخته وبس. مش هقول له اكتر من كده. يحيى وحالة مين اللي هتقول لهم انهم اخوات؟ نهار اسود، ايه الخبلان اللي انت فيه ده؟ دي حاجة بسيطة يا مجدي، حاجة بسيطة عشان خاطر العيال. العيال اللي احنا رميناهم في الشوارع من هم صغيرين. نعمل حاجة واحدة بس كويسة في حياتنا يا مجدي، عشان نمنع الكارثة، كارثة إن أخي يتجوز أخته يا مجدي. لا لا لا، أنت بقيتي خطر. أنا اللي هقتلك. أنت عارفة إن أنا قتلت زمان وممكن أعملها تاني. ما توديش نفسك في داهية يا إنصاف. أنت مش هتعدلني وهقتلني زي ما أنت عاوز، بس أنا كمان هعمل اللي أنا عاوزاه. مش هتعملي اللي أنت عايزاه. مش بعد اللي عملناه كل السنين اللي فاتت دي تبقي انت السكينه اللي تطعن في ظهري. لا انصاف. خلاص خلاص يا مجدي، كفايه كفايه بقى. خلينا نخلص المصيبه دي. انا مش هسيب يحيى يتجوز حلب. مش هسيبه يتجوز حلب. مش هتروحي في اي حته يا انصاف، مش هتنزلي ومش هتشهدي، لان انا اللي لازم اعمل ده بنفسي. ايوه انا هقتلهم الاثنين. المفروض كنت اعمل ده من زمان. هقتلهم الاثنين. ده اللي كان المفروض يحصل من الاول. تقتل مين؟ تقتل مين؟ هتقتل تاني؟